الدين. أما بعد، سيدي عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم بن سليمان المحترم، السيد كاتب عام للعمالة، السيد قائد الدرك الملكي، السيد رئيس حمل الإقليمي، السادة رجال السلطة، السادة رجال المصالح الخارجية، السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء الأقسام بالعمالة، السادة والسيدات أعضاء مجلس جماعة مدينة، أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة رجال الصحافة والإعلام، اسمحوا لي في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس وساكنة جماعة مدينة أن أرحب بالسيد سمير ليزيدي عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم بن سليمان، وأقول له مرحبا بكم من جماعة مدينة، وأن أتقدم إليه بالشكر الجزيل على هذه الالتفات الكريمة التي تدل على أنكم تولون عناية واهتمام كبير للمجالس المنتخبة، وتشجعون على التواصل وفتح باب الحوار الذي نادى به صاحب الجلالة الملك في خطبه السامية. سيدي العامل المحترم، لقد فرحنا بقدومكم لهذا الإقليم، كما نهنئكم على الثقة المولوية السامية في شخصكم الكريم، ونود إن شاء الله أن نجد في شخصكم الدعم والمواكبة لتحقيق التنمية المنشودة لرعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. سيدي العامل، حضرات السيدات والسادة، إن جماعة مدينة تعتبر من أكبر الجماعات القروية بالإقليم مساحة وساكنة، إلا أن إمكانياتها تبقى محدودة لاعتماد الساكنة على الفلاحة وتربية الماشية في الدرجة الأولى، وتبقى ميزانية الجماعة متقلة بالتزامات كبيرة نتيجة محدودية مداخلها، مما جعلها تعرف عجزا خلال السنة الجارية، وتقديرات الميزانية المقبلة لسنة 2013 في جزئها الخاص بالتسيير، هذا إلى إكراهات أخرى كبيرة لا تستطيع الجماعة تحقيقها دون تدخل قطاعات أخرى، ونذكر منها على سبيل المثال للحصر تطهير السائل بمركز الجماعة، فك العزلة عن الدواوير، تحويل السوق خارج المدار الحضري لأنه أصبح يشكل عائقا بيئيا وتنمويا، ربط بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، عدم وجود مرافق عمومية ذات طابع اجتماعي ثقافي ورياضي، عدم وجود رصيد عقاري في ملك الجماعة. وفي ختام كلمتي أرحب بكم مرة أخرى سيدي العامل، وأشكركم على هذه الزيارة المباركة، ونلتمس من سيادتكم أن تنوبوا عنا في رفع الآيات ولائنا وإخلاصنا وتعلقنا بأهداب العرش العلوي المجيد، سائلين الله العلي القدير أن يطيل في عمر جلالته، وبأن يحفظه في ولي عهده الأمير المحبوب المولى الحسن، وفي سموه السعيد المولى الرشيد، وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله. خادم الأعتاب الشريفة، رئيس جماعة المدينة ربيع مبارك. وعلى سيد السعيد وعلى آله وصحبه أجمعين، السيد رئيس مجلس جماعة المدينة، السيد رئيس مجلس إقليم النيابة، السيدات والسادة أعضاء مجلس جماعة المدينة، السيدة والسادة رؤساء المصالح المركزية والمدينة، السادة والسيدات ممثلي المجتمع المدني والصحافة، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، أشكركم على هذه الحفلة والاستقبال، كما أنني جد سعيد بالحضور معكم في استقبال هذا اللقاء التواصلي والذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التواصلية من أجل الاطلاع على انشغالات الساكنة وانتظارات كذلك هذه الساكنة وخصوصا المستعجلة منها. ويأتي هذا اللقاء كذلك بغية لتتبع وإنجاز مختلف البرامج وكذلك المشاريع التنموية التي تعرفها جماعة المدينة، وكذلك رصد الاختلالات التي قد تعيق تطور وتربية الجماعة. فهذا اللقاء كذلك يهدف إلى التواصل مع المنتخبين ومع كل الفعاليات المتواجدة معنا هنا وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك
تنفيذا لتعليمات صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم والمتضمنه في مجموعه من الخطابات الساميه للعصر. فلتذكير فقط فجماعه الجلاله لها موقع استراتيجي وهو بالخصوص يميزها، فمن المميزات الطبيعيه والمناخيه الفريده للاقليم والتي تتوفر عليها هذه الجامعه، فكل هذه المكونات تساعدها وستساهم بلا شك في تطوير وتنميه هذه الجامعه، اذ تعتمد بشكل خاص وشكل اساسي على الفلاحه الجوهره والصقليه المعتمده على الابار بالخصوص وعلى تربيه المواشي، فيعتبر هذا هو المجال الاساسي والمورد الرئيسي لساكنه هذه الجماعه. لتنزيل هذه المكونات وكل هذه النقط الايجابيه واستغلالها واستغلال هذه المكونات الطبيعيه والايكولوجيه التي تسخر بها هذه الجماعه، جماعه الجديده على ارض الواقع، والتي تعتبر محفز للاستثمار وللقدوم في هذه الجماعه، فهي داعمه له ويمكن ان نستثمرها مثلا في مواضيع شتى، نذكر منها مثلا السياحه الطبيعيه والسياحه الفنيه، وذلك من خلال انشاء بنيات للاستقبال، بنيات فندقيه، بنيات تكون ذات صبغه ايكولوجيه وطبيعيه وذات بعد وطني ولما لا بعد دولي. والى جانب ذلك نظرا لما تصدر بهذه الجماعه من المؤشرات، وتصدر الاشاره الى ان هذه الجماعه تحتاج الى بنيات سياحيه بهذا التراب الجماعي، وكذلك منطقه تكون خاصه للانشطه الصناعيه توفر مناصب للشغل لهذه الشبيبه بالجماعه. فكما لا يخفى عليكم جميعا فان برنامج عمل جماعه الليله والذي يعتبر وثيقه مرجعيه يعتمد عليها يكتسي اهميه كبيره، وذلك في تحسين جاذبيه هذه الجماعه والجاذبيه الخاصة بهذا المجال الترابي، وكذلك العملية التنافسية على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني، وذلك لتحقيق تنمية مندمجة وتنمية مستدامة لهذه الجماعة، وذلك لا يتحقق إلا ببذل الجهود والمزيد من الجهود من طرف كل الفاعلين ومن طرف كل التنميين، وكذلك اعتماد مقاربات بين الجميع، مقاربات تكون تشاركية ومندمجة في إطار برنامج أكثر واقعية وأكثر فعالية. وهذا البرنامج يعكس تطلعات وانتظارات الساكنة واستجابة لكل الأولويات واستجابة لانتظارات الساكنة في هذه الجماعة وأولويات التي يجب ان نركز عليها هي الشغل، هي الشغل ودائما الشغل لهذا الشباب والمتواجدين على بالي. فضمن لاجراءات هذه النقاط وتنزيلها على ارض الواقع يبقى تنفيذ هذه البرامج طاحنا بالتزام جميع المتدخلين والمعنيين بتفعيلها، وذلك من اجل مواجهه الخصائص وتجاوز كذلك الاختلالات التي قد تعرفها هذه الجماعه والمسجله بمجموعه من القطاعات الحيويه، نذكر منها على سبيل الحصر الصحه مثلا، التعليم، النقل المدرسي، تنقل المسالك الجماعيه، التزود بالماء الصالح للشرب، التطهير الصحيح، السياحه، التعمير، التشغيل، الكهرباء، وهذه النقاط كلها تطرق لها السيد رئيس الجامعه. فهذه النقاط كلها يمكن حلها بطريقه مقاربه تشاركيه، ومن اجل بلوره مشاريع تنمويه ذات بعد مجالي واولويه ذات بعد
الإنتاجية وذات البعد دائما مركز على البعد في خروجنا من هذا المنطقة ونظر المعاينة وفي حين توجهنا إليها فالطل مخضر ولله الحمد نظرا لهذه الأخطار والتساقطات التي عرفت هذه الجماعة مؤخرا فالأولوية للمنطقة ترمح أول استهداف جميع الفئات داخل الدواوير وذلك من أجل تقريب وتحسين الخدمات لكل هذه لكل المواطنين وكل هذه الساكنة فيتعين علينا جميعا اتخاذ كافة الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لأجل تحقيق كل هذه النقاط التي تطرقنا إليها وذلك من أجل الحصول على نتائج إيجابية وذلك بالقيام بالنقاط التالية هي أولا وقد لخصتها في بعض النقاط هي استكمال البنية الأساسية وتوسيع البنية القائمة لضمان التنمية المجانية للجماعة ثم دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية والأنشطة المتعلقة بالتربية والتخوير ثم توفير الظروف والشروط المناسبة لتشجيع المجال الاقتصادي وكذلك تشجيع كل ما له علاقة بالمسائل الاجتماعية والتضامنية لتنمية وتأهيل الساكنة ومن النقاط التي يجب كذلك التطرق إليها لتحسين الوضعية للسواحل فتنفيذا لتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بالعالم القروي وفي إطار مخطط الكهرباء القروية الشمولية تم تزويد 10 دواوير بتراب الجماعة بالكهرباء وذلك في إطار اتفاقيات شراكة بين كل من جماعات الإله وأحلاف وسيدي القطاش وكير النصر والمكتب الوطني للكهرباء الملك سالم الشهر قطاع الكهرباء من أجل إنجاز مشروع كهرباء 29 دوار بهذه الجماعات وفي إطار كذلك برنامج الفوارق الترابية والاجتماعية وبناء على اتفاقية شراكة في الموضوع سيتم قريبا إنجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بثلاثة دواوير بالجماعة تضم 120 كيلو كما خصص المجلس الإقليمي مبلغ 2,50,000 درهم لإنجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية ببعض دواوير الجماعة وذلك بموجب اتفاقية الشراكة وكذلك مبلغ 700,000 درهم المساهمة من المجلس التقليمي لإنجاز أشغال الإدارة العمومية بمركز الجماعة وستبلغ نسبة التغطية بالشبكة الكهربائية للجماعة بعد انتهاء الأشغال إلى 100% من الإدارة ومن أجل تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بجميع دواوير الجماعة تم كذلك إبرام اتفاقية بين الجماعة وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء من أجل تمويل وإنجاز تزويد 14 دوار بتراب الجماعة بالماء الصالح للشرب وذلك بواسطة الناطورات العمومية وبكلفة إجمالية تبلغ 300,000 درهم وقد بلغت التفعيل بالتفكير فقط نسبة الإنجاز 85% وبالإضافة إلى ذلك تم إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لابن سليمان والجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بمبلغ 900,000 درهم من أجل إنجاز استقايات عمومية بمختلف دواوير الجماعة وستصل نسبة التغطية على إنجاز هذه المشاريع إلى 55%. أما بالنسبة لقطاع التعليم والذي يعتبر من القطاعات الواعدة للجماعة فإنه لا يخفى على الجميع يتطلب عناية خاصة وذلك بإصلاح وصيانة المؤسسات التعليمية ومدها كذلك بالحضور التربوية اللازمة وبناء كذلك حضورات دراسية لتفادي الاكتظاظ حيث خصص المجلس الإقليمي غلافا ماليا ب900,000 درهم من أجل إنجاز مشروع لبناء وتأهيل وتجهيز داخلية بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي للجماعة وذلك بموجب اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق في التراثية الاجتماعية وبتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فسيتم بناء وتجهيز قسم التعليم الأولي سنة 1919 إذن السنة المقبلة بقدرة 600,000 درهم. أما بخصوص النقل المدرسي فهو كذلك سيوفر هذه العملية، فتتوفر الجامعة على خمس حافلات، ثلاثة منها مقتناة من طرف المجلس الإقليمي لسليمان 13 درهم. ففي هذا الصدد أجدد تأكيدي على أن مختلف مصالح العمالة تبقى دائما المشاريع ودائما مبادرات المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بشكل مستقل وفعال وبناء لإنجاح كل العمليات وبناء على برامج عمل مشتركة استجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين في هذه الجماعة وفي المغرب من عام، بالاستقرار والطمأنينة وتحقيقا بتنمية مندمجة ومستدامة. فجميع السادة وأعضاء مجلس الجماعة وكذلك المصالح اللامركزية الإقليمية والجهوية الحرص دائما على تشجيع المشاريع الاستثمارية وجلبها إلى هذه الجماعة حتى تكون ذات مردودية نافعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وستكون كذلك كفيلة بخلق فرص جديدة للشغل وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والواردة الملكي السامي بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018. فختاما أتمنى لمجلسكم التوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يصبر إليه سكان هذه الجماعة من تنمية مستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبيده. ومرة أخرى شكرا على هذه الحفاوة والاستقبال، هذه إلا زيارة أولى، ستكون إن شاء الله زيارات أخرى ميدانية وغير رسمية للتعرف على كل المشاريع واستقطاب المستثمرين إلى هذه الجماعة، ونتمنى التوفيق والنجاح لسيد الرئيس في كل مهامه وكذلك لجميع الأعضاء المتواجدين معنا هنا. وشكرا مرة أخرى. We'll be right back.